الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم، والبداية بأهم العناوين. السيسي ينهي زيارة للإمارات تم خلالها الاتفاق على تأسيس منصة استثمارية بين القاهرة وأبو ظبي بقيمة 20 مليار دولار. شكري يشارك في اجتماع الائتلاف الدولي لمكافحة داعش، وبومبيو يحث الأعضاء على مكافحة التنظيم في غرب إفريقيا. الرئيس اللبناني يأمل في تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام، وإغلاق المصارف والمدارس والجامعات في اليوم 29 للاحتجاجات. أهلا بكم. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين، تقلد خلالها وسام زايد أكبر وسام تمنحه الإمارات لرؤساء الدول. وشهد الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي النائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح أفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، منها الاتفاق على تأسيس منصة استثمارية بين القاهرة وأبو ظبي بقيمة 20 مليار دولار. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة أبو ظبي بمراسم الاستقبال الرسمية بقصر الوطن بأبو ظبي. وأطلقت المدفعية 21 طلقة. عزف السلام الوطني من البلدين. جرى لقاء موسع على مستوى الوفدين، وتقديرا لدور مصر المحوري وتكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجريت مراسم منح سيادته وسام زايد.
عقبه توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين. كما اصطحب الشيخ محمد بن زايد السيد رئيس الجمهورية لتفقد معرض أبو ظبي الدولي للبترول أديباك. وعقب نهاية الجولة توجه السيد الرئيس لمطار أبو ظبي الدولي، حيث أنهى سيادته زيارته لدولة الإمارات، وكان في وداعه الشيخ محمد بن زايد عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب السيسي جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. سيادة السفير، بعد التحية، كيف ينعكس توحيد الرؤى بين البلدين مصر والإمارات على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؟ الحقيقة أنا بس عايز بداية أقول أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات ذات خصوصية شديدة جداً، وعلاقات بتعتبر نموذج يحتذى به ونموذج مثالي للعلاقات العربية العربية أو العلاقات الدولية بمفهومها العام. حقيقة دولة الإمارات ومصر لديهم رؤية تكاد تكون متطابقة في جميع الأمور، سواء في القضايا الإقليمية أو القضايا الدولية أو التعاون أو العلاقات الثنائية وما إلى ذلك. يعني إجابة لسؤال حضرتك، اليوم كان في جلسة مباحثات موسعة ما بين السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي، والحقيقة الجلسة تناولت تقريبا مجمل العلاقات الثنائية ما بين البلدين، وأيضا تم التطرق لعدة موضوعات خاصة بالوضع الإقليمي والوضع في الخليج والتحديات اللي موجودة في المنطقة والأزمات اللي بتمر في المنطقة. زي ما بقول لحضرتك، هناك يعني توافق في الرؤى إلى حد كبير جدا، يكاد يكون متطابق في وجهات النظر وفي كيفية التعامل مع تلك الأزمات ومع هذا الوضع
اللي موجود، وطبعا كان في التزام وكان في استمرار للتشاور ويعني دعما للعمل العربي المشترك. نعم سيادة السفير، يعني المزيد من التفاصيل عن أهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين. الحقيقة يعني كان في اتفاق هام جدا تم توقيعه اليوم، وهو اتفاق خاص بصندوق مصر السيادي، وهو صندوق يعني حديث تم إنشاؤه مؤخرا. صندوق مصر السيادي هناك اتفاقية تم توقيعها مع الكيان المناظر ليه في دولة الإمارات، وهي شركة أبوظبي القابضة للتنمية. يعني الاتفاق يؤسس منصة استثمارية واقتصادية مشتركة ما بين البلدين قوامها حوالي 20 مليار دولار. الشراكة دي بتتيح نقاط كثيرة جدا إيجابية، وبتفتح أفاق كبيرة للتعاون ما بين البلدين. أولا بتفتح أفاق للاستثمار القطاع الخاص ما بين الطرفين في مشروعات تنموية كبيرة في مصر، وده من شأنه طبعا أنه يعني يضيف زخم كتير للعجلة التنمية في مصر باشتراك القطاع الخاص وزيادة حصته فيها. أيضا بيتيح لتعاون ثلاثي ما بين مصر والإمارات في دول ثالثة، وعلى سبيل المثال في أفريقيا مثلا ممكن أن يتم إقامة تعاون ثلاثي في مجالات تنموية أو خدمية بالتعاون ما بين الإمارات ومصر في دولة ثالثة، وده شيء يعتبر شيء أهم جدا. طبعا بيفتح أفاق جديدة في مجالات الاستثمارية. زي ما بقول لحضرتك هو قيمة الاتفاق حوالي 20 مليار دولار، بيمثلوا يعني رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم الجهود المشتركة ما بين مصر وما بين الإمارات في قطاع الاستثمارات وفي الترسيخ يعني العلاقات الاستراتيجية المشتركة ما بين البلدين. الإمارات تعتبر من أكبر الدول العربية وفي العالم المستثمرة في مصر، فتلك الشراكة وما تم توقيعه اليوم ده بيؤسس هذا، وبيأخذ يعني طابع تنموي له ديمومة واستدامة في المستقبل. نعم أشكرك سيادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على هذه المداخلة. أنتم مشاهدينا نتابع معكم أخبارنا، وشارك وزير أو يعقد غدا الجمعة وبعد غد السبت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي. يبحث المشاركون في الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 من يناير المقبل طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع المجموعة المصغرة لدول ائتلاف الدول لمكافحة داعش على مستوى وزراء الخارجية. يناقش الاجتماع دور الائتلاف وجهوده ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإرهابي، وكذلك تقييم الموقف والتحركات الدولية المستقبلية على ضوء التطورات الأخيرة بشمال شرق سوريا. كما يشارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا الذي يبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسبل الدفع قدما بالتسوية السياسية للأزمة والعمل على إنهاء الصراع حفاظا على وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها وشعبها. في سياق متصل أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عزم بلاده على منع تنظيم داعش الإرهابي من إعادة السيطرة على حقول النفط شمال شرقي سوريا. جاء ذلك في كلمة بومبيو خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث طلب الأعضاء في التحالف باستعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم، وحث دول التحالف على التركيز على مكافحة التنظيم في دول غرب إفريقيا. وقال إن بلاده ستساعد العراق على إعادة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي. مرحبا بك سيد ماك، وبوجهة نظرك أهم القضايا التي يتناولها هذا الاجتماع من واقع متابعتك له؟ هو اجتماع سنوي للتحالف ضد داعش، حضروا 35 دولة هذه المرة، هو على مستوى وزراء الخارجية لهذه الدول. أعتقد أن السيد بومبيو في كلمته كان يريد أن يوصل ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى سرقة نفط سوريا، بل الحفاظ على نفط سوريا وعدم وصوله إلى الجماعات الإرهابية. الرسالة الثانية هي بالتأكيد رسالة احتفالية باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية من القضاء على زعيم داعش البغدادي وقتله. والرسالة الثالثة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت من استراتيجيتها بالنسبة للوجود في الملف السوري أو الخروج منه، فأعتقد أن الآن بات واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في الملف السوري إلى ما لا نهاية، خاصة في شرق الفرات في أماكن أبار النفط، وأيضا أعتقد في قاعدة التلف على الحدود الأردنية السورية بالقرب من الحدود العراقية، خوفا من أن تكون هناك ممرات للأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان. فأعتقد أن كانت الرسائل واضحة. كان هناك خلاف بالتأكيد بدأ وشرخ يعني صدع بدأ في النقاش ما بين ممثل حلف الناتو وبين الوزير بومبيو في احتمالية أن تكون هناك عمليات عسكرية من الجيش السوري ضد تركيا وهي عضو وحليفة في الناتو، فوفقا للمادة الخامسة لابد أن يتدخل الحلف لمساندة تركيا. وبالفعل كانت هناك اليوم مناوشات ما بين القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية قصد في عند هذه يعني سيد ماك عند هذه النقطة تحديدا، يعني نفهم من ذلك أن هذا التحالف ضد تنظيم داعش هو تحالف مؤيد لما تقوم به تركيا من عدوان على الأراضي السورية؟ لا أعتقد، لأن التحالف هو من جزئين، دول من التحالف من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هم أعضاء في حلف الناتو، ودول أخرى مثل مصر والأردن كانوا مشاركين النهاردة، ليسوا أعضاء في حلف الناتو ولكنهم لا يوافقوا على أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغزوه إلى سوريا. ولكن صار يعني النقاش ما بين طب هل أثير هذا الجدل من قبل الدول الرافضة لتدخل التركي في سوريا في هذا الاجتماع؟ بالتأكيد يا فندم، كانت وجهة نظر المصرية والأردنية حاضرة لرفض التدخل التركي في الشمال السوري. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها الوزير بومبيو وزير الخارجية تكلم على يعني أهمية الدخول في المرحلة القادمة وهي مرحلة الجلوس على طاولة المفاوضات واللجنة الدستورية وإعداد الدستور السوري للدخول في انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية لكي يعني تسير الأمور بشكل طبيعي في سوريا. والخلاف ما بين ممثل حلف الناتو وبين الوزير بومبيو ما كاد أن انفض، وبدأوا البناء على الأمور المشتركة ما بين الاثنين، لأن بالتأكيد هي تضافر قوة التحالف الدولي وبين أيضا حلف الناتو للوقوف ضد الإرهاب وضد رجوع وإعادة إنتاج داعش في المنطقة مرة أخرى. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسمح لداعش بعودة مرة أخرى وإعادة تكوين نفسها، وبل وجهت رسالة يعني بالملاحقة القضائية والملاحقة الدولية ضد هؤلاء المقاتلين وهؤلاء المناصرين لما ارتكبوا واقترفت أيديهم من جرائم ضد الإنسانية. أعتقد أنه كان اجتماع مثمر يمكن أن يبنى على ما انتهى عليه الاجتماع للدخول في المرحلة الثانية وإعمال قرارات الأمم المتحدة ومؤتمر جنيف للدخول في اللجنة الدستورية والخروج من الأزمة. أعتقد أن الخروج الوحيد من الأزمة هو الحل السلمي وتضافر قوى المعارضة السورية المعتدلة مع النظام السوري، وبالتأكيد بضمانات روسية وتركية وأمريكية. وضحت الصورة. السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
تشهد اليوم الصحيفة الجمهورية أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بعنوان ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب. ومن المقرر أن تستقبل مؤسستا الأهرام والأخبار الجلسات التحضيرية المقبلة. قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 100 نزيلا من مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. كما قررت الإفراج الشرطي عن 344 نزيلا استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار 6 أكتوبر. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في غزة وقفاً لإطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية في وقت مبكر اليوم بعد سقوط 32 شهيداً وعشرات المصابين الفلسطينيين. كما أعلن جيش الاحتلال انتهاء العملية التي أطلق عليها اسم الحزام الأسود، لكن فصائل مسلحة أطلقت رشقة صاروخية جديدة تجاه عدد من مدن غلاف القطاع بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار. قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب وهو حليف سياسي للرئيس ميشيل عون إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية، واصفا الوضع بأنه خطير للغاية. وأشار بوصعب إلى حوادث عدة منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيسي، وقال إن اللوم لا يقع على عاتق الحراك الديمقراطي وإن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية، لكنه أضاف أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها قبول أي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الاتصالات في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا، معربا عن أمله في إمكانية تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام عمليتي تكليف رئيس الوزراء الجديد والتأليف الحكومي. واستمرت الاحتجاجات اليوم الخميس لليوم 29 على التوالي في لبنان، وأغلق المحتجون الطرقات في مختلف المناطق للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، كما أغلقت المصارف والمدارس والجامعات أبوابها. لا تزال الطرق الرئيسية في لبنان مغلقة بأمر المتظاهرين مع تكاثر العقبات في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ومع قرب انتهاء الشهر الأول من الاحتجاجات، عمد المتظاهرون إلى قطع الطرق الرئيسية التي تربط شمال البلاد بجنوبها مع العاصمة، ردا على تعنت النخبة السياسية في إنهاء الأزمة وتلبية مطالب المحتجين. بدنا دولة أو ما بدنا دولة، هيدا الثوار هيدا مطلبها، ما أكثر من هيك، ما عم نقول له إنه عملوا لنا رحلات على الفضخ خيي. وعلى المسار نفسه لا تزال المدارس والجامعات وحتى البنوك مغلقة رهينة المواجهة بين المحتجين والكتل السياسية، وهو ما أسفر عن تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وأدت إلى خروج المتظاهرين بمطالبهم إلى الشارع. وإزاء الاحتجاجات والاضطرابات المستمرة منذ 17 من الشهر الماضي، نشب خلاف بين القوى السياسية حول شكل الحكومة الجديدة، وفيما يرغب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري بحكومة التكنوقراط فقط، يرغب الطرف الآخر ويمثله حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في حكومة مختلطة من التكنوقراط والسياسيين. وفي مقابل هذه التجاذبات السياسية، يؤكد المتظاهرون استمرار مطلبهم برحيل النخبة السياسية التي تدير لبنان ويحملونها مسؤولية ترد الأوضاع السياسية والاجتماعية على مدار 3 عقود.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور وفيق إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية. دكتور وفيق، بعد التحية، قراءتك للوضع في لبنان مع استمرار التظاهرات لليوم 29 على التوالي، في حين عدم وجود مؤشرات على اتفاق على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي استقال في 29 من أكتوبر؟ سيدتي، هناك امتزاج يعني بين أشكال متعددة من الصراعات. هناك صراع بين يعني شعب لبناني يريد تغيير النظام السياسي بكامله، لأن هذا النظام السياسي أدى بعد يعني من 92 حتى اليوم إلى إفلاس كامل على المستوى الاقتصادي في البلد، نتج عن أكبر فساد سياسي شهده لبنان في الآونة الأخيرة. يعني هذا الفساد السياسي أدى إلى ارتفاع مديونية لبنان إلى فوق 100 مليار دولار في بلد وزارته لا تزيد عن 20 مليار دولار. والأعمال المتوقفة والبطالة والتضخم وكل هذا المظاهر أدى إلى يأس عام في لبنان. تصوري أن البطالة بين الشباب تزيد عن 60%، فهو رقم هائل في ظل انسداد الخليج على استقبال الشباب اللبناني وكذلك افريقيا والامريكيتين. لذلك هذا الامر ادى الى انفجار عام في لبنان، نتج عن اصرار من الشبيبه اللبنانيه على انهاء خدمات هذا النظام الطائفي الذي يستند الى تخصصات بين قيادات طائفيه ابتدات بامتصاص يعني الاقتصاد هذا البلد منذ 1992. لذلك الأزمة بنيوية وخطيرة، لأن هذه الأزمة كانت كوضع كل الأزمات في العالم، يتداخل فيها المحل الصادق مع الخارجي. يعني نحن نعيش في منطقة هناك صراعات أمريكية إيرانية سعودية حتى لإسرائيل الكثير من الأدوار في كل هذا الأقليم. لا يمكنها أن يترك أي أزمة داخلية في العالم العربي بمفردها ويتدخل فيها لصالح جذبها والاستثمار بها. هذا الأحداث حاليا في لبنان. لذلك هناك نظام عاجز لا يستطيع أن يعطي شيئا لأنه بذلك ينحر نفسه. هناك طبقة شعبية قوية جدا يعني لا يعني تريد، نعتبر أن هذه الفرصة مناسبة جدا لتحصيل حقوقها. وهناك حزب الله الراصد، هو صاحب قوة شعبية وقوة كبيرة راصد، ويعني يبدو وكأنه لا يتدخل. نعم، أنه كثير من الاهتمام فيما يجري ارتباط ذلك بوضعه الداخلي والأقليمي. نعم. لذلك هذه الوضعية في لبنان مرشحة للاستثمار طويلا والاستمرار طويلا، لأن ليس لدى أحد القوة على حسب الوضع لمصلحته بشكل نهائي. نعم. التسويات يبدو أنها ممنوعة. أنا يعني باعتبار يقولون للجيش لا تقترب من المتظاهرين، يقولون للمتظاهرين انتشروا في كل لبنان، وليس هناك مشروع حقيقي لإيجاد تسوية. فالحكومة يقول الرئيس الحريري يريدها تكنوقراط، هو لا يقول ذلك، يريد تشكيل حكومة أنا أختارها. وضحت وجهة النظر. أشكرك الدكتور وفيق إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. ومعذرة لضيق الوقت. قتل محتجان وأصيب 35 في بغداد اليوم، في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في 10 مدن عراقية. وأغلقت المدارس والجامعات في بغداد ومدن جنوب العراق أبوابها لليوم الثالث على التوالي، وأعلنت نقابة المعلمين إضرابا عاما في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأمر باستمرار الوزارة في تسيير الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية إن رئيس الوزراء تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت ليتسنى له إعادة ترتيب العمل الوزاري. بانوراما نيل المتواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. جامعة الأزهر تنظم منتدى التعليم بوابة إفريقيا للأمن والسلام ضمن احتفال المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية.
اعرف حقك. الخدمة العامة حق أساسي لكل مجتمع منظم، لازم تتعمل لكل أفراده من غير تمييز، وعشان كده القانون وضع حماية لضمان نزاهة الوظيفة العامة وجرم أي شكل من أشكال التعدي عليها، واللي منها جريمة الرشوة، وهي ببساطة إن موظف عمومي بيتاجر بأعمال وظيفته وده عن طريق إنه يطلب أو ياخد أو يقبل أي حاجة مقابل تأدية عمله أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بأي شكل من الأشكال، وفي الحالة دي بيبقى مرتشي والقانون بيعاقبه بالسجن اللي ممكن يوصل ل15 سنة أو المؤبد. أما صاحب المصلحة اللي بيستجيب للموظف أو هو اللي بيعرض عليه رشوة بنفسه أو عن طريق وسيط عشان يخلص مصلحته بيكون هنا راشي، والقانون بيعاقبه هو والوسيط بنفس العقوبة. يبقى ليه بقى نعرض نفسنا للمساءلة؟ مصر كلها بتحاصر الفساد ومع بعض هنقضي عليه. هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. ما هو قادم؟ الملف الاقتصادي في نشرتنا لهذه الساعة. جولة مع أخبار المال والأعمال مع الزميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا لك غدا. شكرا أشرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي مع تراجع معدلات التضخم. خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة الثالثة على التوالي بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاما. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25% و 13.25% على الترتيب. وذكر البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في شهر سبتمبر 2019 و 3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005. وأشار البنك إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007-2008. أكد البنك المركزي أن تقرير ميزان المدفوعات الأخير أظهر تحقيق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيرادات خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بنسبة وصلت إلى 28%، لتصل إلى 12.570 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار دولار في العام المالي السابق 2017-2018. كانت وزارة السياحة المصرية قد أطلقت في مطلع العام الماضي 2018 برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة من أجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع حتى تتماشى مع الاتجاهات العالمية. ذكرت وزارة المالية أن موازنة العام المالي المقبل 2020-2021 تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 7.158 تريليون جنيه في مقابل 6.163 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019-2020. أضافت الوزارة أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019-2020، وتستهدف موازنة 2020-2021 خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9.1% في مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالي الحالي.
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس في نهاية تداولات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. قابلها عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين المصريين، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2 مليار جنيه لينهي الأسبوع عند مستوى 728 مليارا و80 مليون جنيه بعد تداولات كلية وصلت إلى 7 مليارات و200 مليون جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيس إيجيك 30 بنسبة 43%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 24%. أيدت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا التي تشكل معا مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة والمعروفة باسم بريكس اليوم، أيدت فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في البرازيل إن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية، وأوضح بوتين أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية إلى جانب العقوبات الأحادية بما في ذلك تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد للزملاء أشرف عبد العاطي وغادة فاروق واستكمال البانوراما. تفضلي غادة. شكرا لك أمير. أهلا بكم من جديد. نظمت جامعة الأزهر منتدى التعليم بوابة إفريقيا للأمن والسلام ضمن احتفال المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية ومقره جامعة الأزهر في القاهرة. وأكد المشاركون في المنتدى على دور مؤسسة الأزهر الشريف في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي يسهم في القضاء على الفكر المتطرف ونبذ العنف. تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب انطلق منتدى التعليم بوابة إفريقيا ضمن احتفالية أسبوع شباب الجامعات الإفريقية. المنتدى يهدف إلى تعزيز الأمن والسلام من خلال التعليم العالي لتحقيق استراتيجية أفريقيا 2063. على التعليم أن يحقق لإفريقيا الاكتفاء الذاتي في كل احتياجاتها فتنعم بالأمن والسلام. المنتدى هيكون بيتكلم على إزاي نساعد الشباب الإفريقي على بناء إفريقيا التكنولوجية الجديدة اللي احنا كلنا بنحلم بيها من خلال إزاي نعمل تحقيق الأهداف للتنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تطبيقات الموبايل. على هامش المنتدى تم إقامة معرض تحت اسم تعرفنا سلام لدعم دور التعليم في تعزيز الأمن والسلام وأيضا تعزيز الاتجاهات المتعددة بالسياسات الداعمة لتحقيق السلام بالقارة. احنا بنتعاون مع جامعة العريش ممثلة في كلية الاقتصاد المنزلي في تأهيل بناتنا طلاب الكلية ازاي يقدروا يعملوا الحاجات الجميلة اللي حضرتك شايفها الهاند ميد من الصناعات الجلدية والمشغولات بواسطة اساتذتهم. من سنغال، احنا طلبة في جامعة سنغال، احنا عندك ثلاث بلد: سنغال، هايتي وكاميرون. الاحتفال بأسبوع الجامعات الإفريقية كل عام بالجهات المعنية بالتعليم العالي في جميع أنحاء القارة بدعوتهم لمناقشة القضايا المتعلقة بتحسين جودة التعليم العالي بإفريقيا. إرساء قواعد السلام والأمن مبدأ حرص عليه الأزهر الشريف انطلاقا من اهتمامه بالشباب وقطاع التعليم بكافة دول إفريقيا لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة. رمضان المطعمي، أنيل. زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان سجنا شديد الحراسة في جمصة للاطلاع على أوضاع السجناء والتأكد من حسن رعايتهم. ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب 55 كيلوغراما من مخدر الهيروين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي. We'll be right back.
للاطلاع على أوضاع السجناء في السجون المصرية وفي إطار منهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة أمام الحقوقيين لزيارة السجون المختلفة وتفقد الرعاية المقدمة للنزلاء وسبل تأهيلهم. فقد استقبل قطاع السجون وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة سجن شديد الحراسة بجمصة. تضمنت الزيارة تفقد لمرافق السجن من مدرسة ومكتبة وفصول محو الأمية ودروس الوعظ الديني، كما شاهدوا المستشفى وما بها من تجهيزات وتقنيات تستطيع أن توفر أفضل رعاية طبية للسجناء، وتقابلوا مع عدد من السجناء من يتلقون العلاج بها. كما اطلع الوفد على ورش النجارة ومعرض المنتجات الزخرفية والمستخدمين في تأهيل السجناء وإكسابهم حرفة مناسبة. الوفد التقى مع عدد من النزلاء استمع منهم إلى أوضاعهم المعيشية والصحية، وأشاد الوفد بما شاهده وسمعه من نزلاء السجون من توافر الرعاية الطبية والاجتماعية والمعيشية والرياضية المناسبة والتي تلائم الفلسفة العقابية التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تعتمد على إعادة تأهيل وإصلاح السجين لينفع مجتمعه ونفسه بعد انقضاء فترة عقوبته، وفي ظل ما تنتهجه الوزارة من احترام حقوق الإنسان وكرامته. سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل. أعد عنصران إجراميان مخبأين سريين بداخلهما لإخفاء مخدر الهيروين لتهريبها بعيدا عن الرصد الأمني من شرق إلى غرب قناة السويس، عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، مخزن بأسفل السيارة ربع نقل ومخزن آخر بأسفل المقعد الخلفي للسيارة الملاكي. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس كشفت المحاولة وتمكنت من إحباطها بنطاق قسم شرطة الجناين بالسويس، واستخرجت من المخبأين 220 قالب لمخدر الهيروين تزن 55 كيلوغرام، كما نجحت في ضبط العنصرين الإجراميين اللذين اعترف بالاتجار في هذا المخدر، وقدرت قيمة المضبوطات بعشرة ملايين جنيه. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. أعلنت الصين اليوم إجراء تجربة محاكاة لعملية تحليق وتفادي عقبات الهبوط على سطح كوكب المريخ لمسبار فضائي، وتخطط الصين لإطلاق مسبار المريخ العام المقبل بهدف استكمال التحليق في المدار والهبوط والتجول في مهمة واحدة. بانوراما النيل مستمرة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. الصين تجري تجربة محاكاة لعملية تحليق وتفادي عقبات الهبوط على سطح الكوكب المريخ لمسبار فضائي. أهلا بكم مجددا. أصيب 7 أشخاص على الأقل بجراح، أحدهم حالته خطيرة جراء عملية إطلاق نار من جانب أحد المسلحين على مدرسة في بلدة سانتا كلاريتا قرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأعلن مسؤول بشرطة لوس أنجلوس أنه تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف للعلاج. أغلق آلاف المتظاهرين مناهضين للحكومة الباكستانية طرقا سريعة رئيسية في أنحاء البلاد في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، ما تسبب في تعطلات كبيرة، وتمكنت السلطات من تحويل مسار المرور في العديد من الأماكن المتضررة. وأكدت الحكومة ثقتها في قدرتها على التغلب على الاحتجاجات التي تمثل أول تحد لقيادة خان منذ انتخابه العام الماضي. وختاما لنشرتنا إليكم تذكيرا بأهم العناوين. السيسي ينهي زيارة للإمارات تم خلالها الاتفاق على تأسيس منصة استثمارية بين القاهرة وأبو ظبي بقيمة 20 مليار دولار. شكري يشارك في اجتماع الائتلاف الدولي لمكافحة داعش، وبومبيو يحث الأعضاء على مكافحة التنظيم في غرب أفريقيا.
الرئيس اللبناني يأمل في تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام، وإغلاق المصارف والمدارس والجامعات في اليوم 29 للاحتجاجات. ختام بانوراما النيل، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.ag. إلى اللقاء.